وفي أول أخبارنا، نظمت المكتبة الذكية في وزارة الداخلية مؤخرا في مجمع إدارات الشرطة بأبوظبي ورشة عمل للتعريف بالخدمات والتسهيلات الإلكترونية التي تتيحها المكتبة لمنتسبي وزارة الداخلية للحصول على المنتج العلمي الذي تتضمنه محتوياتها باستخدام تقنيات حديثة ومتطورة بهدف توفير التسهيلات الإلكترونية لمنتسبي الوزارة والحصول على المنتج العلمي الذي تتضمنه محتوياتها، وذلك في جمع الأوقات وبما يخدم توجيه حكومة دولة الإمارات نحو تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات ذكية. شاركت إدارة الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبوظبي في ورشة إدارة الأزمات والكوارث والتي نظمتها جامعة سالفورد البريطانية في فندق بارك روتانا بأبوظبي، وناقشت أفضل الطرق العلمية في مواجهة الكوارث وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة الأزمة وضرورة رفع الوعي لدى المجتمع حول الكوارث وكيفية التصرف أثناء حدوثها. كما استقبلت مديرية المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة أبوظبي بمنفذ الغويفات الحدودي حافلات الحجاج القادمين من الأراضي المقدسة عن طريق البر بعد أداء فريضة الحج في إطار خطة شاملة لتوفير السلامة المرورية لهم خلال رحلتي الذهاب والعودة من الأراضي المقدسة وتزويدهم بالنصائح والمطبوعات التوعوية. رياضيا، أكد العميد محمد بن الموتي الظاهري مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية أن العمل الشرطي يتطلب المعرفة والمهارة والذكاء والخبرة، وأن القيادة الشرطية تحرص على تنمية هذه المهارات بشتى الأنواع والممارسات، وذلك من خلال تنظيمها بعض المنافسات والبطولات بما يعزز من مستوى الأداء الشرطي. لذا انطلقت بطولة سباق الطريق ضمن برنامج النشاط الرياضي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي والذي تنظمه إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء ممثلة في قسم النشاط الرياضي فرع المنتخبات والمسابقات بمشاركة 105 منتسبين من 20 إدارة من إدارات شرطة أبوظبي. ترأس سعادة اللواء خميس مطر المزين القائد العام لشرطة دبي اجتماع مجلس قيادات شرطة دبي بحضور أعضاء، وتم خلال الاجتماع استعراض الأمور المتعلقة بتطوير سير الأعمال الإدارية ومراحل تنفيذ الاستراتيجية ومناقشة خطط العمل المستقبلية في الإدارة العامة ومراكز الشرطة، إضافة إلى مناقشة مؤشرات ومقاييس تطبيق الحكومة في شرطة دبي على كافة اختصاصاتها. نفى العميد سيف محمد القائد العام لشرطة الشارقة أن تكون المراكز الشاملة بإدارة شرطة المنطقة الشرقية قد تلقت أي بلاغ عن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وخصوصا واتساب مؤخرا حول عصابة اختطاف أطفال في مدينة خرفكان لأغراض غير معلومة بعد التأكد من خلو منازلهم من ذويهم، حيث أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة بأنها مجرد إشاعة عارية من الصحة أطلقها محبو الإثارة داعية إلى عدم تداولها إلى ذلك. تتبع قسم التحريات والمباحث الجنائية ما نشر حول الحادثة، وبالبحث والتحري تم التواصل مع الاسم الوارد في الرسالة وتبين أنه غير صحيح.